أنا استقلت من عملي لأن مكاني مش خلف المكتب، مكاني في الخارج. العيل الشاطي أسمع ضحكات الناس المارة وهمساتهم، فأعرف أنهم جالسين يتكلموا علي لأنه في أذهانهم ألف ومليون سؤال، هي إيش جالسة تسوي بالضبط؟ غيرت شخصيتي أمانة، إنه صرت أكثر أعرف نفسي أكثر، صرت أكثر اتزان، كأنها اليوغا تزيح الغمامة اللي عن عينك اللي تخليك ما شايف الحياة زين. غيثة حسن عيسى المعيني، عمري 29 سنة، دارسة إدارة أعمال مالية. أصبحت اليوغا حالياً مهنتي الوحيدة ومنها أكسب دخلي الوحيد. في البداية ما كنت أعي إيش هي اليوغا، إلى أن حصلت فرصة أني أنا أدخل دورة يوغا، دخلتها على أساس نفسي، ما كان عندي نية أني أنا أدرب الآخرين. ولكن بعدها اكتشفت أنه لا، في حب لليوغا أني أنا أعطيها وأعلمها الآخرين، لأنه يساعد أن الإنسان يرجع لفطرته كإنسان متسامح، إنسان إيجابي، إنسان بشوش، إنسان متصالح مع نفسه. إحنا إيش اللي يودينا في مشاكل؟ تفكيرنا، تفكير السلبي. فباليوغا وبالتأمل والتنفس تخلينا أنا أكثر وعي وأكثر تركيز على هذه الأفكار اللي تجيني، فأقدر أوقفها وأحول الفكرة من سلبية لإيجابية. عمان جداً بيئة محفزة اليوغا، عندنا شواطئ، عندنا الجبال، عندنا الرمال. كل ما مارست اليوغا في الهواء الطلق، كل ما كنت أكثر اتصال مع الطبيعة، كل ما هذا خلاني أكثر اتزان. لكن في حالة إن ما توفر المكان اللي أنا أسمح له، ممكن إذا كنا نسويها في أماكن مغلقة تكون مثل الشموع، إضاءة خافتة جداً، موسيقى، هذه كلها تضيف جو من الهدوء والاسترخاء، بحيث إن أنا لما أمارس اليوغا أكون أكثر توازن. السلام عليكم. تقدر يمارسها دام عندك جسد، صدقني تقدر تمارسها، ما محتاج أي شيء. كذلك هنا بعض الوضعيات اللي نحن نمارسها الأطفال بتلقائية يمارسوها، بعض التنفسات يأدوها وهم نايمين أساساً بالفطرة سبحان الله، فنحن نصير نمارسها لأن نحن لما كبرنا صرنا ننسى الفطرة اللي الله سبحانه وتعالى فطرنا عليها. الحين نرفع يدينا مع بعض فوق شهيق. طبعاً أهلي سووا لي حفلة من بعد ما خلصت الكورس وصرت مدربة، كانوا معارضين بقوة على ممارسة اليوغا أو تدريب اليوغا، لاعتقادهم أن ممكن هذا المجال ما ينفعني أو ممكن أنه يظني أكثر مما ينفعني، وكان خوفهم علي وعلى أني أنا أمارس شيء غير عاداتنا تقاليدنا. أثبت لهم الأيام أن لا، اللي أنا جالسة أسويه صح، وهذا الشيء اللي أنا فعلاً أريده واللي يمثلني بالضبط. حاليا هم الآن مشجعين ومؤيدين لي. كفتاة لا، ما حصلت أي انتقادات، ولكن كيوغا، كمدربة يوغا، بحكم أن المجتمعات العربية يمكن على أساس أن اعتقادهم أن اليوغا مرتبطة بالطقوس الغير إسلامية أو بديانات البوذية وغيرها، وهذا الاعتقاد خلاهم يخافوا من ممارسة رياضة اليوغا، مع أن اليوغا هي فقط هي رياضة حالها حال أي رياضة أخرى. أنا جداً متفائلة، جداً أحب الحياة، من بعد اليوغا صرت أحب الحياة أكثر.